أشارت تقارير إخبارية إسبانية وبريطانية خلال الساعات الماضية إلى وجود اهتمام حقيقي من أتلتيكو مدريد للحصول على توقيع أحد نجوم المنتخب المغربي في الميركاتو الصيفي. ونقلت الصحف والمواقع الأجنبية خبر اهتمام أتلتيكو بخدمة لاعب الوسط رومان سايسو الذي يقضي موسمه الثالث مع ويفرهامبتون ولأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز. ولم تكشف ذات المصادر عن باقي التفاصيل، واكتفت بالتأكيد أن رغبة أتلتيكو في التوقيع مع الدوري المغربي والذي يجيد اللعب في المراكز مختلفة في الدفاع وخط الوسط. وعانى سايس من الجلوس على مقاعد البدلاء في بداية الموسم الحالي، لكنه بدأ تدريجيا في حجز مكان في تشكيلة الفريق وأصبح من أكثر اللاعبين مشاركة في الأسابيع الأخيرة. المستوى الكبير الذي يقدمه الجولياضور المغربي بالبطولة الليغا الإسبانية جعل العديد من الأندية التي تفوق ناديه ليغانيس شهرة تبدي اهتمامها بالمهاجم الأسود. واستنادا لموقع إسباني، فإن نادي إشبيلية أبدى رغبته في ضم يوسف النصيري وليس النادي الأندلسي وحده من يريد المهاجم ليغانيس، حيث ذكرت أخبار أخرى من هولندا وألمانيا بأن فاينورد الذي لعب له المغربي كريم الأحمدي بدوره يريد النصيري. وأيضا نادي ألمانيا أبدى اهتمامه اللاعب وبات متوقع أن تتقاطر العديد من العروض تطليب يوسف النصيري. وأكيد أن نادي ليغانيس سيدعف مع هذه العروض والتي سيناقشها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، علما أن النصيري انضم لليغانيس هذا الموسم قادما من نادي مالاغا الإسبانية.